مرحبا بكم أطفال في الحلقة 31 من ركن السيارة في مكانها المناسب. شكرا لكم على الالتحاق. شاهدوا معنا السيارة، هل سوف نستطيع ركنها؟ واو، مسار مختلف كليا. إذن على بركة الله. تيو 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 تيو. فرامل، كدنا نلمس الحاجز. واو 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 واو. لمسنا الحاجز. هذا المسار صعب جدا، ولكن سوف نعيد مجددا. هل سوف نستطيع اجتياز المرحلة؟ مرحلة صعبة. إذن ببطء هكذا. كادت السيارة أن تسقط. هل سوف تسقط؟ سوف تسقط السيارة؟ لم تسقط. الفرامل، هذا أخطر مسار وأصعب مسار اجتزناه معا ووصلنا. شكرا لكم. ننطلق إلى المسار الموالي 32. سوف نجتاز كل هذه اللعبة معا. تابعوا معنا، هل سوف نستطيع الوصول إلى خط النهاية؟ إذن هذا هو المسار باللون الأصفر. بيو 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 بيو. هل مررنا؟ نعم مررنا. هكذا ببطء الفرامل، ناقل سرعة إلى الخلف، والأضواء أضواء الخلفية للسيارة نارت. إذن هكذا ببطء نسرع. أي 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 أي. أول خطأ في كل الحلقات، خطأ فاضح. نعيد مجددا، لا يهم، المهم أن لا نستسلم. إذن تابعوا معنا، هل سوف نستطيع الوصول إلى خط النهاية؟ هكذا اللفة من هنا. الفرامل، ناقل سرعة إلى الخلف، والأضواء تنير مجددا. هكذا نتوقف هنا قليلا. نتوقف، نسرع 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 نسرع. نتوقف، ننتظر الحاجز حتى يرتفع. ووصلنا. ليفل كومبليت ساكسس. شكرا لكم على المتابعة، لا تنسوا مشاهدة الحلقات المقبلة. إلى اللقاء. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired.